وغيرت الكناب، مازال غنديروا شي تغييرات، غنخليكم معايا حتى تشوفوا شي اضافات ماشي تغييرات. ان شاء الله غنبقى نصور لكم اي حاجه درتها جديده. المهم الدار هكا كيف ما كتشوفوا، يلاه سالينا الروينه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى اخواني المشاهدين، اتواجد معكم داخل امام الباب ديال المنزل ديالنا انا والسيده اشواق، حتى مشينا باش نشوفوا الطوبيس تقطع على الاخر تضربات مع الاخر. قال لك اسيدي، قلت لها سيدي الا لا غير زيدي ما غادي يشوفك حتى شي واحد واخا مقطع. قالت لك لا، قالت لك خصني نمشي نلبسو ملي رجعنا لقيت الطوبيس مشى. دابا خصنا نتسناو 45 35 دقيقه، 45 35 دقيقه عاد لبست السبرديله ديالها البيضاء الجميله، هي كدير ديك اللعيبه ديالها. المهم باش نصور لكم التتمه ديال الفيديو اللي قبل اللي كنا حطيناه ديال البيت، غنختاروا شي زربيه مشهور ونلقاو شي وحده اللي تناسب اشواق، اشواق الذوق ديالها رفيع ومستحيل باش تلقاه وان شاء الله نلقاو شي شجيره زوينه. يا ربي غير نلقاو كاع داكشي اللي بغينا فوق شويه، داكشي اللي بغينا. كاين واحد البلاصه كيبيعوا فيها داكشي الاناقه وداكشي ديال ذكريات الاشواق. هذه راه خصك انت تدرسي داكشي ديال الهندسه ديال الديكور. زعما راني فراه لا صراحه انت خبيره في هذا المجال، والله العظيم الا السيده خبيره عندها واحد الموهبه يا سلام، وكانت تدخل شي فيلا غتردها جنه. المهم خليكم معنا حتى نمشيو في الطوبيس نصوركم شي لقطات ان شاء الله ونشاركوا معكم داكشي اللي غنديروا. حنا دابا راه حدا قدام الباب ديالنا، الدار ديالنا جديده بالنسبه للناس سولونا قالوا لنا فين استقريتوا، واش استقريتوا راه ماشي زعما ماشي استقرينا شرينا الدار، حنا غير كارهين غير كنا في البيت وتحولنا لبيت، هادشي اللي كاين. غير زعما قررنا ان شاء الله هي غير خدينا لبيت كبيره على الاخرى ورخيصه على الاخرى. رخيصه رخيصه غير زعما جيك الى كتاب ان شاء الله هاد الوقت هاد العمر اللي زعما هاد السنين اللي غندوزو السنين اللي غندوزو الامارات بالعيد ندوزوها في هاد الدار. هادشي زعما اللي حنا قررنا داكشي باش كنت باش كن كيفاش كن انتكو فيها كنديكورو فيها وكذا شويه بشويه. ايوا خليكم معنا غير اخوتي الناس الجداد ما ينساوش يدخلوا يديروا اول مره يشوف هاد الخنشوش، هاد الخنشوش هاد الخنشوش يدير راه كاين واحد اللايبه حمراء لتحت غير ضغط عليها غير ضغطه واحده وغتشوف يبان لك الجرس دوك بحال ديال الدار بركوا عليه وخلينا نقدموا للناس ما لقيت ما نقول. المهم خليكم معنا حتى تشوفوا الفيديو الجاي. الفيديو هذا زعما حنا غاديين فيه. يلاه تحياتي الاخوان، قلبوا على شي ديكور في البيت بصراحه ما كرهناش، ما كاينش دوك الفويد في هذا المحل وقيلا. كوم بي سامبل تحط فيه شي وريضه نشوف شو قال لكم في هذا. واعر يا سلام، خد جيني للقسم ديال الطابلوات حرنا، كاينين بزاف لي طابلو زوينين الصراحه زوينين بالفريم كيكون ابيض. حنا كنا اختارينا شي حاجه مازال ما اختاريناش بالضبط، يعني واحد التشكيله كبيره اشواق حايره ياك اشواق شوفي فيها. شوفوا يونس باغي يعطيني الورد، شكرا كنشوفوا الازهار والورود. المهم المشاهدين واخا ما صورنا لكم شنو لداخل، دخلنا لواحد البلاصه داك الروحه صورنا لكم فيه بلوك دابا هاي داكشي باش ما صورناش. مشينا تقدينا واحد اللعيبات، شرينا زربيه وشرينا شي لبسي دويك راس دابا تشوفوهم معنا كاع داكشي اللي كنا باغيين، لقينا داكشي اللي بغينا الحمد لله واخيرا اشواق فرحات. دابا قالنا غادي نمشيو ل واحد المحل نشريو منه عاوتاني شي دويك راس نبقاو تما. دابا تشوفوا معنا ان شاء الله كلشي، يلا خليكم معنا. المهم حنا يلا وصلنا، غنشارك معكم شنو شرينا بالزربه ومن بعد غير غادي نقدكم ماشي غندير لكم جوله بالسرعه. لحقاش خدينا زربيه وانما قلنا بعد 3 ايام عاد توصل، لقينا غير هذيك اللي كيكونوا مفرشين يعني بحال الشونتيو وهي اللي ما بقاتش منها وصافي وخديناها. وقلنا بعد 3 ايام يعني توصلنا عاد نصور لكم كلشي. ودابا غنصور داكشي اللي خدينا. المهم اول حاجه خدينا هاد الشجره كيف ما كتشوفوا، هاد الشجره هادي ونعطيكم فكره على الاسعار. شحال خديناها؟
130 درهم. خدينا هاد الطويلات هادو كيف ما كتشوفوا هكا السيل ديالهم، راه كاينين ثلاثه كتجي طبله ثلاثه طبله فوق طبله كيجيو على هذا الشكل. او لا هادو خديناهم اونلاين داك المره ماشي هاد المره. خدينا هاد الروحه هذه باش بغيت ندخل الزرق، هذا كيجي بحال شكل ديال فاز تنحطو غادي يبان لكم، وهو كيعطي الريحه كيعطر. يلا هاد الروحه هادي زوينه كتجي في الشكل، تنوريكم هادي ب 25. هذا 20 دولار، هذا حمقني. هذا شو خلص قاسم. هذا بغيت باش نحطو حيت كنفكر شنو غنحط في وسط الطبله، مازال خاصنا ناخذو غير شي شميعات صغيرين باش نديروهم معاهم فكيجيو ديكور في وسط الطبله. بغيت حيت خدينا بزاف في الكري وبغيت باش ندخل حتى البلومارين، لحقاش عندنا بلومارين في داك الكنب هذا، والزربيه خديناها في الكري كيف ما كتشوفوا الريدو بدلناه في الكري، الريدو درنا الكري ندخل شويه نبات الصور يكون في البلومارين. خدينا هذه المريمات هذه تتركب وتشوفوها، هذه كترص مع شريناها بحال هاد اللعيبات ديال هاد الصور. المهم انا غادي نبدا نبان واحد التنشيف ومن بعد قولوا لي واش داكشي نخليه في بلاصتو ولا نبدلو. هادو خديتهم على وديت باش نحطهم فوق هاد الطويلات هادو، تنحطهم ونشوفو كي غادي يجيو. بغيت ناخد شي حاجة في البيض باش ما يجيش داكشي شوية زعما واش خدم شوية واش خدم. خدينا عاود خدينا هاد لي طابلو هادو باش نعلقوهم فوق التلفازة بحائط ديال التلفازة. خدينا جوج وخدينا الساعة كيف ما قلت لكم، حاولت ندخل شويه الزريرق وهكا الوين الزرق على حساب الكنب الاخر. وبالنسبه للساعه خديناها في الكري، خديناها في الكري سامبل جدا. هذه خديناها من اللوتس 10 دراهم، حتى هادو من اللوتس. لقينا طابلوات زوينين راه صورنا لكم 10 دراهم. خديت جوج من هاد الخدادي الهذا عندها جوج لوجو في البيض، لحقاش داك البويض ديجا كنت شاريهم من بيت النعاس غير حيتهم وحطيتهم هنا، داكشي علاش عاود شريت في البيض. وشريت هاد الإيران هادي لي كتحط على الكنب، أنا غنحطها وتشوفو كيما تجي. تخيلو معايا تا هادي لقيتها في اللوتس ب10 دراهم. 10 دراهم واعر، هادي لي كتباع في أونلاين ب85. وخدينا أنا جوج سبرديلات بحال بحال الكري، كلشي عندنا كري، شريناهم في الكري بجوج بيضا بحال بحال نفس. المهم هو خدا المرا لي مبدلة. هاد شنو كاين لي خدينا؟ شنو كاين تما؟ صافي غادي نخليه هنا وني غادي سميتو غنحطو هادشي شو 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 غادي يجي. المهم البنات هادي هي النتيجة النهائية، هاهي دي الزربية اللي خدينا وصلات. الزربية البنات خديناها من حول اللي كاينين هنايا، هي وهاد الكناب بالكري بجوجهم خديناهم من حول المفروشات اللي كاين فريما المول، وكاين حتى في لين مول وفي دوار الجبل. هاد الطبيلات هادو خديناهم من الفيسبوك ثلاثه، يعني خديناهم اونلاين. هما كيجيو ثلاثه ديال هاد الايبوتيكات هادو، وحده تحت وحده، وانما انا فرقتهم باش ما تبقاليش ليه كيف ما كتشوفوا حطيت وحده ليا باش ما تبقاليش ديك لي سباس خاويه جات حتى الاضاءه في داك البلايصه جات زوينه. عطوني رايكم وما تبخلوش عليا وقولوا لي كي جاكم هاد الشيء واش زوين. هاد الايبه هادي الصراحه كتعطي ريحه واعره، حتى هاد الايبوتي حتى هادو بجوج خديتهم من حاول، هاد الجوج بهم الفرع اللي كاين فريما المول البنات. هانتوما كانت الا لاحظتوا كان الماء ديالها ابيض ومع المده ولا زرق في اللون ديال الوريدات اللي كاينين هنايا. ندير لكم داكشي ديال الفوتوغرافي زعما. وهذا الديكور خلاص ديجا كان عندي، ما زدتش فيه شي حاجه. انا باغا ناخذ داك الهيه فين كحط داك الفاز ديال الورد الصغيور، باغا ناخذ هذوك اللي كيجي الورد هابط بحال هكا وما لقيتوش، حتى نزيد نقلب عليه في بلايص في ديمول وحدين اخرين على الله نلقاه ان شاء الله كيعجبني داك الشكل. حتى نحط لكم صورته هنا ولا هنا من الفيسبوك باش تفهموني شنو قصدت. ودابا غادي نوريكم الحيطه ديال التلفازه، مازال الصراحه ما كملنا الحيط التلفازه حيت باغي نديرو فيه واحد البابي الحائط،
وما لقيناهش، لقيناه تساله عاد غيجيبوه، ومنين يجيبوه ان شاء الله غنصوروا لكم. المهم دابا خليتها بحال هكا الشجره تما، وهادو تعلقتهم تمايا، وداك الاضاءه. المهم حاولت ندير شويه ديال التزيين بقى حاطه هنايا غير البيسي وهاد التخربيقات، عاد نشوف شي دويكرات نحطهم هنايا. وهذا مكان حطيت هنايا هذا مصبر الامل اللي دا العرب للمريخ، وهذا الناس هو اللي دانا وصلنا للمريخ. وهنا حطيت المبخرات، وهادشي اللي كاين. كنتمنى يكون عجبكم، ما تبخلوش عليا بالاراء ديالكم، وكنتمنى تكونوا استفدتوا وخديتوا فكره على التزيين. وشكرا لكم بزاف. يونس راه مشى يطيب العشاء، غير داكشي علاش ما باينش. شوفوا الحادكه هو جاي شنو طيب لنا العشاء. شنو درتي في العشاء يونس؟ سندويتش هاي 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 هاي. صراحة توحش السندويتش ديال المغرب، الخبز المغرب. معاك مرحبا بكم. باللويزه سيدي ما عندي ما نتساك. ايوا المهم حد لهنا غادي يكون، وغنكون وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، استفدتوا استمتعتوا معنا. الا كان عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك، لايك لايك، لحقاش اللايك مهم بزاف، كيشجعنا وكيخلي الفيديو يطلع باش يشوفوه اكثر عدد ديال الناس. كنبغيوكم بزاف، والى اللقاء، نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.